ما في الحمد لله على السلامة. لا تؤاخذيني ما انتبهت انك هون، على كل إن الحمد لله على السلامة. بس من هون ورايح بتمنى تنتبهي يا جميلة خانم، لو ما أصرت نهى خانم علي ما كنت رجعت. لأنه كتير بيهم راحتك. شو حقيرة. شكرا كثير لك. قريت نعيما تكرم عينك حبيبتي، شرفتي المحل. تسلمي. اهلا وسهلا. يسلموا ايديك. ولو استني استني، الجاكيت هلا هيك بيخربن. وقفي وقفي، لا تخليهم تحته يا روحي، رح تروحي كل تعبي على الفاضي يا مدام. ما بيصير هيك، اعطيني السبراي من عندك يا بنتي بسرعه بسرعه. هاتي وكمان في هوا برا، خلينا نثبت لك يا احسن لك. شو ما صار هلا تسريحتك ما بعرف. ليش السبراي ما بيخليك ترقصي؟ شو هالحكي، بيصير احلى يا روحي. كوثر خانم. أها لحظة، يا عيني صار معك. يسلم وعزبتك معي. تكرم عينك، شرفتي المحل. أهلا شكرا. وسهلا. الله معك مدام. الله يسلمك. بسرعة جيبي لي جاكيتي بسرعة. سامي بيك، شو صار معك؟ أنا حكيت مع عينور. إيه؟ ووضحت لك كل شيء. والنتيجة؟ اتفقنا رح نكمل طريقنا مع بعض. عن جد سامي بيك كتير انبسطت لك، والله انت بتستاهل كل خير، ألف مبروك. كله بفضلك، لو ما رحت جبت الخاتم من المكان اللي رميته فيه، ولو ما قلتي لي شو لازم أعمل ما كنت فكرت روح لعندها، ولا حتى أني رجع العلاقة اللي بيناتنا. عن جد شكرا، وقفتك جنبي ما رح انسالك اياها بكل حياتي. والله ما بعرف كيف بدي اتشكرك. انا ما عملت غير واجبي وما في داعي لهالحكي هذا، وهالشي بيسعدني. ان شاء الله الف مبروك، ما بتعرف قديش انا مبسوطه بهالخبر. بس في موضوع ما بعرف اذا منتبه له، هو ابنه ما رح تتركه لتتزوجك، واكيد انت ما بتقبل بهذا الشيء. مزبوط كلامك. يعني فيك تاخذني الي اكبر مثال، انا ليش ما تزوجت لهلا؟ ما سالت حالك هالسؤال؟ ما كان فيني اتزوج من زمان؟ طبعا كان فيني، بس مشان بنتي ما تزوجت، لانه بنتي اهم من اي شيء، اهم من حالي. خطبوني دكاتره ومهندسين ومحامين كمان، هاد غير الناس العاديين. يعني كتار اللي تقدموا لي يا سامي بيك، بس انا ما قبلت اتزوج حدا مشان بنتي. وما كان عندي اي مشكله، بتعرف ليش؟ لانه انا اللي جبتها على الحياه ولازم اكون مسؤوله عن سعادتها وما اقصر معها. يعني مو معقول افكر بحالي على حساب بنتي. خانم لحظه، انا حكيت مع اينور وعدت اني ربي ابن جيهان وكانه ابني من لحمي ودمي، رح اتعامل معه كاب وعوضه عن كل شيء بحياته. لا تاكلي هم الموضوع. يا خانم جميله على التليفون. ماشي حبيبتي جايه. انا اسف اخذنا الحكي وعطلتك عن شغلك. انا اسف. ما في مشكله، المهم زبطت امورك وعطلني قد ما بدك. لحق على الشغل ان شاء الله بتتهنى. يلا بخاطرك وتشوف على وش الخير. مع السلامه. لو مو جميلة ما كنت ناديت اللي. ماشي ماشي. ألو جميلة. اسمعي هالخبر، ست الحسن رجعت لهون، هند خانم شرفتنا وكمان فاتت من الباب الرئيسي. تفو العمى شو بلا كرامة. طيب وشو يلي رجعها؟ ايه شو بيعرفني، ولا راجعة وما حدا قدها. من الصبح طلعت بوشي واستلمتني 10 على 10 كمان. أي لكن لو تعرفي شو عملت أنا هند خانم، إذا بيصلها خبر غير تيجي تخنقني وتخلص علي. ليش أنت شو عملتي؟ صالحت لسامي بيك وأينور خانم مع بعض. كيف؟ أساساً أنا ما كنت ناوية أرجع بنوب، بس نهى خانم اتصلت فيني شخصياً وقالت لي أرجع. بصراحة أنا رجعت مشان ابني، ما فيني أعيش بدونه. عليهم منيح يا بنتي، لا تجعلكيهم يرضى عليكي. وين الشاي تبعي يا بنت؟ هلا بيجي. طالما رجعت على البيت بدي كل شيء مثل الاول، ما بدي اي تخبيص بالشغل ابدا، ورح اضل عيني عليكم. والله يعينكم تغلطوا شي غلطه. شو رح تلبسيها للعبتك؟ ليك بدر عم قلك اعتذر منا، ما بدي اياها تخطي خطوه وحده جوات هذا البيت.
العزيمة عاملينها لميل ديالجي، فهمني ليش لحتى تعزمها لهالمجنونة. يبدو انك عم تنسي انه بهذا الزواج القواعد اللي بحطها انا هي اللي بتمشي. انا اللي بحط القواعد وانتي بس بتلتزمي فيها. عم تعمل هيك عن قصد ما؟ من صرت تقهرني بكل يوم عم يمضي علي معك. عم تعدي الايام اللي عم تقضيها معي. على كل الايام عم تمر اذا هيك ولا هيك. انبسطي، بنهاية هاي السهرة يوم جديد رح تخلصي منه. ما قلك غير الصبر جميلة. لا تأخذيني، رح نتركك بأول يوم بتجي لعنا فيه. يي لا شو هالحكي نهى خانم، أنا مو بوقف عند هالشغلات، بالنهاية نحن أهل. كنت بحب إنك تجي معنا. لا لا، شو بده ياخذني؟ بدك صراحة، أنا ما بدي روح، لأنه هداك المكان بذكرني باللي صار مع بانا. حبيبة قلبي من كتر ما توترت سقطت الولد. نهى خانم، ما فيني انسى هالمنظر ابدا. يعني انا ما بدي كرهك بكنتك نهى خانم، بس وقت بشوفها لهي جميله بحس حالي عم ارجف من فوق لتحت. ما رح سامحها بحياتي على اللي صار. الاحسن لنا كلنا ننسى كل شيء صار. أنا حكيت مع الدكتور ضياء، قال بنا اليوم كتير رايقة وهادية. انبسطت كتير، هي منيحة. ألف حمد وشكر لك يا ربي. ليكي أنا قلبي حاسسني إنه بنا رح تتحسن وترجع تعيش بيناتنا مثل الأول، وما رح يضل في داعي لا للكهرباء ولا لغيره. بس أنتوا دعوا لها يا جماعة. نطلع؟ دعوا لها. يلا تصبح على خير. وأنتوا من أهلهم وها خانهم. يلا ماما بخاطري. الله معك حبيبي، انبسط بسهرتك يا قلبي. في عندي اليوم أكلة سمك، بحياتك ما رح تاكل أطيب منها. يسلموا إيديك بس مو هلا، لحتى يجي شرف بتجيب لي وجبتين. ما إله بالعادة يتأخر، شكلك رح تسهر معي الليلة. رح يجي، قبل ما أطلع من الفرن حكيت معه، هلا بيجي. مستحيل يروح عليه عشا طيب عند العمتون شاني، بعرفه منيح. بس اتأخر كتير. شو بعمل؟ رح استنى. صحتين وهنا على قلبك. يسلموا إيديك، شكرا كتير. تفضلي. مهند، يعني كم مرة بتحكوا انت وياه بنهار مع بعض؟ الو، وينك لهلأ حضرة الضابط؟ بس ما يكون في شي سيء. لا بس صار معي ظرف خاص، بعتذر منك مهند. يعني هلا اذا بقول لك اني تعبان ما رح تصدق، ما في قدامي غير لاقي لك شكلته.